والأمل أحلى حكاية يحيا فيها الكل غير والأمل أحلى حكاية يحيا فيها الكل غير ابتهج وانسى همومك وفرح وخلك سعيد وانسى همك عيش يومك تلقى فرحك تزيد ابتهج وانسى همومك وفرح وخلك سعيد وانسى همك عيش يومك تلقى فرحك تزيد الفشل هو البداية والنجاح هو الأخير والأمل أحلى حكاية يحيا فيها الكل غير الله الفشل هو البداية والنجاح هو الأخير والأمل أحلى حكاية يحيا فيها الكل غير والأمل أحلى حكاية يحيا فيها الكل غير. أنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامج سلامات من هنا من مركز النخبة الطبي بمدينة الرياض. طبعا حيكون معنا ضيف أحد الفنانين المعروفين في المملكة العربية السعودية. ابتهج وانسى همومك وفرح وخلك سعيد. إذا طيب ضيفنا حيكون معنا الفنان خالد منقاح، طبعا فنان معروف له جمهوره يبدو على وشك وصول. أستاذ خالد وهو وصل الحين، مساء الخير أبو أحمد، كيف حالك؟ شلونكم؟ طيب كيف الحال؟ عبد المجيد اليمني. ونعم الله عبد المجيد. شوق اليمني. أنا شوق، أنا اسمي خالد يدلعني شوق. يلا إذا أبو أحمد، يعني في مشاركة الفنانين أيضا ومشاركة النجوم لهم دور يعني في المرضى، نفسية المرضى. طبعا طبعا احنا دائما مشاركات على مستوى المملكه العربيه السعوديه، على مستوى المناطق، على مستوى قبل امس كان عندنا زياره اطفال التوحيد، الاطفال التوحد سوري، وكثير حلوه لان الشخص الفنان اللي تشوفه دائما في التلفزيون فجاه تلاقيه معك، هذا شيء حلو. دائما احنا نزور حتى على مستوى منطقه نجران، على مستوى ذا، فتصير حاجه حلوه انه الواحد يتواصل بين المرضى، هذا شيء رائع انه يكون معنا. خلينا نشوف الحين، نطلع نزور المرضى. مشاهدي الكرام حنقول فاصل ثم نعود لكم مرة أخرى، ابقوا معنا فنحن معكم. افلح ابتهج وانسى همومك وفرح وخلك سعيد. أبو أحمد طبعا يعني أنتم ما شاء الله تبادرون دائما يعني في زيارة المرضى، يعني حتى لو عندكم جدول مثلا تصوير مسلسل، يعني دائما. لا احنا أهم شيء عندنا دور الأيتام، عندنا زيارات المرضى في المستشفيات، عندنا طول عمرك ذو الاحتياجات الخاصة، أطفال التوحد. لازم يا أخوي، يا أخي الحرام يا أخي يكون محروم مثلا، أو وخاصة لما تكون مناسبة مثلا عيد وما عيد وكذا وانت جالس الواحد، فلا بد أن الواحد يزورهم، لازم الواحد يواسيهم، كثير الطبط عليهم يا أخي، يحس حتى لما بعدين بعد فترة ويطلع من المستشفى جزاه الله خير فلان زارنا جزاه. احنا يعني اخذنا من الجميع، من اخذنا من اخذنا من جميع طيف المجتمع، اخذنا من المشايخ، اخذنا من فنانين، واخذنا اخذنا لعيبه، يعني شيء طيب، يعني شكلنا من جميع اطياف المجتمع، يعني وجدنا تفاعل بصراحه جدا، لا من المستشفيات ولا من اطياف المجتمع، يعني لا من شيخ ولا من فنان ولا من رياضي ولا من اشخاص عادي ولا من ايضا من رسامين ولا من شعراء، كلهم يعني يبغى يشاركون يعني. فهذه بادره طيبه، يعني ان نزرع في نفوس المرضى. انا اهم شيء ان ازرع في نفسيه المريض الابتسامه. طبعا طبعا يا اخي لما يشوفك ويتفاجئ فيك، واحنا كنا عاده اكثر شيء انه نكون هي مفاجاه، يعني ما يدري المريض اللي داخلين عليه، ما تدري المريض اللي احنا داخلين عليه. شيء حلو. ايش رايك نزور الاخ اللي هنا؟ يلا. ابتهج وانسى همومك وفرح وخلك سعيد. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. لا باس طهور. مساك الله خير. سلامات سلامات. اجر وعافيه ان شاء الله. اجر وعافيه. اجر وعافيه. تخفيف ذنوب. تخفيف ذنوب ان شاء الله. ما تشوف شر ان شاء الله. مساء الخير اخوان. السلام عليكم. ودرنجو. شو اخباركم؟ الله يسلمك ابو، يجزاكم الجنه. غزال ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله شكرا من فضل الله. نبي نتعرف عليك. رحمن شجاع من قول حنيني. وش اللي صار معك؟ سلامات. والله عملية نسور بسيطة لله الحمد. اي والله. وين كيف؟ لا الحمد لله، وانا باثناء العملية اشكر الله ثم للدكتور الله يجزاه خير. يعني بنش كامل؟ لا لا موضعي. اي نعم. وش رايك ابو احمد؟ يعني ما شاء الله العمليات اليوم الواحد صارت سريعة جدا. الحمد لله الحمد لله، بس برضه يوصون بعد الشيخ ان شاء الله بعد العملية بالزواج. يعني علاج على الزواج تقول لي متزوج الثانية، ما عندي الثانية الثالثة. لا يكون انسبات تزعلون. انسبه؟ انسبه.
ونعم الله أجل تزوج عشر خربنا حتى غطينا على الرسول اللهم صل على سيدنا. لكن إن شاء الله تطلعوا بالسلامة نشوفك يلا بإذن الله. جزاكم الجنة الله يعافيكم. وش تبي توجه كلمة نصيحة للمشاهدين؟ وما أقول تمسكوا بدين الله وتذكروا أن الأسباب هذه الأمراض الأعراض اللي تصيبها الإنسان هذه أنها كلها مقدمات ومؤشرات لحظ بكم. فيعني ما نقول إلا اتقوا الله ما استطعتم. أبو أحمد تقول الله يشفيه إن شاء الله يطلع بالسلامة إن شاء الله ويرجع البيت وعياله إن شاء الله سالم. طبعا إحنا عندنا هدية مقدمة يعني من إدارة الشركة. طبعا نتمنى لك إن شاء الله شفاء ونشوفك إن شاء الله بإذن الله عز وجل في أفضل أماكن أفضل من هنا. الله يجزاكم خير وشاكر لكم وأسفين على إذا جاء قصور من نفس. الله يخليك. لا سنقول إن شاء الله نشوفك يعني بوقع فرح زواج الثاني. يخاف يخاف لا بنغير اسمه. انتم خليكم على جنب شوي خلينا نشوف الشيخ ما شاء الله يعني مقبول وما شاء الله لا في خطوط حمراء طبعا. ما نقدر نقول شيء. يلا نلبسك الصحه والعافيه امين ان شاء الله. الله تطلع لك ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله الف ودعنا دعنا ما تشوف شر ان شاء الله. يعجبني ابو احمد طبعا ما شاء الله لما تكون الروح مريحه يعني جدا. اي طبعا طبعا يقول لك سبحان الله ثلثي العلاج الراحه النفسيه حتى الاستعداد النفسي حتى في يقول لك اذا في عمليه او شيء يجي الطبيب حق التخدير يعطيه موضوع معين يعطيه سالفه معينه نفسيته هل يسال عن قابليه نفسيته واستعداده للعمليه بالنسبه للمنبهات هل نام قبلها كويس هذه كلها طبعا ضروريه ومهمه. نعم والله شفنا وجهه ما شاء الله تبارك الله يعني مرتاح ما شاء الله يعني ما شاء الله. انا بالنسبه لي اقول عمليني خوف صراحه. لا اوكي في الاخ جالس هنا لو سمحت ممكن نسك سؤال. طيب السلام عليكم. مساك الله بالخير كيف الحال؟ هي واسطه هي ويعرفك ما تعرفنا عليك. فريد الحربي. ونعم الله اخوي فريد ناظر الشاشه بس الكاميرا. انت في سلامات في احد تزوره هنا ولا شيء؟ والله جاي زياره بس. زياره لاحد معين؟ يعني تزور يعني في احد معين ولا زياره للجميع؟ زياره للجميع. ما شاء الله عليك. شوف يا اخوي العزيز كيف يعني ما شاء الله تبارك الله يعني من جماليه الزياره انه مش يعني والزياره الفعليه اللي يقول لك لله انك تزور بشكل انك ناس ما تعرفهم هذه تعتبر زيارة. يعني لما تكون تزور واحد تعرفه هذه تسمى واجب وبرضه لك اجر بس اجر اتوقع الاكبر انه تزور ناس زي الاخ فريد انه يزور ناس بشكل عام وبشكل هذا فطبيعي الوضع ما عنده اي شيء ما شاء الله تبارك الله. انا مريضكم الحين بشرعك. لا طيب احنا معنا لك هديه. انا اخوي عبد الله قلنا هديه. خذها عبد المجيد منه. يلا عبد المجيد افلح 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 هلا كثير افلح هذه بالجنوب وطبعا تقبلها منا وان شاء الله اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله الله يكثر من افضلك اخوي فريد. ابتهج وانسى همومك وافرح وخلك سعيد. انا ابو احمد يعني ايش رايك الحين يعني لما نشوف انا شيء طيب انه واحد جاي يزور والله يعني النفسية تكون يعني طبعا يا أخي حتى الملائكة تدعي لك حتى اللهم صل على محمد يعني اللي يقول لك شغلات كبيرة فيها الأجر والثواب. أنا شوف ما شاء شوف البسمة الحلوة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يتمم عليه ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مساك الله بالخير كيف الحال؟ لا بأس طهور إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. يوم ما شاء الله تبارك وجهك زين. أنا ما راح أخذ معك اللقاء تأخذ معك اللقاء شوق لأن تقول أنا بأخذ معك اللقاء كنت أعرف عليك سلامات في شنو صايرت؟ والله تابع عندي مواسيق ما شاء الله بس الحمد لله. وكيف صحتك الحين ان شاء الله؟ الحمد لله احسن وعافية يعني افضل ان شاء الله. الحمد لله. وكنت متردد في العملية؟ اكيد اي واحد اي عملية لازم تتردد. وش رايك ابو احمد؟ والله الله يشفيه وانا ان شاء الله تعالى هو علاجها المرة الثانية تدق لك طول عمرك بواحدة مزركشة عمرها 16 17 كذا طول عمرك ادوى وفلح خلاص وتعزمنا ان شاء الله في زواجك. تذكرك في المسلسل طاش ما طاش لكن ابو احمد انت تعالج الناس بالزواج ما هو مشكله حماده هو لا, البيت لا لا ما ان شاء الله يدخل لا قدع ثلاثه وقدود ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. ما انا بس بريم اسلم صراحه الله يا وحده وبركه جزاك الله خير. الله يخليك لك كلمه المشاهدين جزاكم الله خير وما قصرتوا بيض الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. احنا عندنا هديه بسيطه تقبلها منا ان شاء الله وبيض الله وجهك يعطيك الف يعطيك العافيه. شوفك ان شاء الله بمناسبات اخرى يا مال الله. طبعا ابو احمد ما شاء الله انا لما تشوف الروح المرحه
تنبسط والله. أكيد أكيد لما نكون ذا ونشوف الناس وتجمع معهم.